بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن lecture 10، في مسألتين كده عايز أتكلم عليهم. أول حاجة خلينا نبص هنا. هو هنا دي design criteria، بيقول لك إن ال allowable organic load، طبعا الناس فاكرة إيه معايا ال allowable organic load والكلام ده. ال allowable organic load هنا بيقول لك إيه، ب 450 جرام بي أو دي على متر كيوب بير دي. retention time بيكون من 5 لـ 8 ساعات. اللي انا بتكلم عنه هنا النهارده هو تصميم حاجه اسمها اريشن تانك. التوتال اورجانيك لود هو بيساوي كيو ديزاين في البي او دي افتر زائد الكيو ار في البي او دي افلوينت. الدبس من 3 ل 6 متر، البي من متر ونص ل 2، الدي اللينس اصغر منها يساوي 50 متر، الان اكبر منها يساوي 2، الكيو ار اللي هو فاكرين الريسيركليشن اللي هو في المحاضره اللي قبليها، ان انا كنت بقول كميه ميه من اللي انا نضفتها وقللت البي او دي فيها بترجع تاني تتخلط مع الميه عشان المحطه ما يحصلش فيها مشاكل. فقال لك الكيو ار دي بتساوي من 0.2 ل 0.5 كيو ديزاين، والاوفرول افشنسي من 90 ل 95%، والاماونت اوف اير ريكوايرد من 70 اي ل 80. وعندي هنا حاجتين تانيين. عندي هنا حاجه اسمها فود تو مايكرو اورجانيزم ريشيو، دي ليها علاقة بالمايكرو اورجانيزمز، او دي ليها علاقة في حاجات مايكرو اورجانيزمز موجودة في المية ليها علاقة بالريشيو بتاعتها. ودي عبارة ببساطة قانون بيقول لك ان كيو ديزاين في بي او دي افتر برايمري سيجمنتيشن تانك ماينس البي او دي افلوينت على الفوليوم في حاجة اسمها ام ال في اس اس. الام ال في اس اس دي بتساوي 0.8 الام ال اس اس. الحاجات دي كلها دايما موجودة في الفورمولا شيت. وبيقول لك الـ final sedimentation tank عندنا solid loading rate دي بتساوي الـ MLSS في الـ Q في 1 بلس الـ R على الـ إيه؟ على الـ area. ودي الـ range بتاعها بيكون من 50 لـ 70 إيه؟ كيلو جرام لكل متر سكوير دي بير دي. خلينا ندخل على المسألة نشوف الدنيا تمشي إزاي. هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك a wastewater treatment plant serves a city of population 64,000 إيه؟ كابيتال. And average sewage flow ب 220 لتر بير كابيتا بير دي. بيقول لك design the conventional aeration tank. خد بالك ان هو هنا ما قالكش aeration tank بس، هو بيقول لك conventional aeration tank. هقول لك ايه الفكره دلوقتي. And determine amount of air required by day و given the following data. مديك ال BOD بتاع الرو sewage ب 200، مديك ال BOD loading اللي هو ال L، مديك ال return sludge 30%، مديك الـ air required 75 متر كيوب air لكل كيلو جرام بي او دي ريموفد في اليوم، ومديك البيك فاكتور بواحد ونص. الموضوع ببساطة هتحسب الكيو افريج. الكيو افريج انت اصلا already في المسألة ايه اللي موجود given معاك؟ معاك الـ population ومعاك الـ average sewage flow. ضربت الـ population في الـ average sewage flow قسمتها ايه؟ وقسمتها على 1000. طب ليه قسمتها على 1000؟ لو هتلاحظ هنا الرقم ده ايه؟ لتر بير كابيتا بير دي، فانت عشان تحوله لمتر كيوب فده بقى متر كيوب ايه؟ بير دي. بعد كده كيو ديزاين هو مديك البيك فاكتور 1.5، البيك فاكتور في الكيو افريج قلت 1.5 في الرقم اداني 21000 ايه؟ 120. طبعا البيك فاكتور لو مش مدولك هتفرضه ب1.5 زي ما قلنا. المينيمم فاكتور لو مش مدولي بفرضه بنص، والبيك فاكتور لو مش مدهولك ومش مديك البوبيليشن هتفرضه بايه؟ 1.5. طب لو مديك الـ population هتحسبه بالقانون اللي هو العادي اللي كان عندنا. بيقول لك assume الـ BOD removal in primary sedimentation tank، وهنا مديك في السؤال بيقول لك الـ BOD return sludge 30% والـ average sewage flow. احنا لو تفتكر كان عندنا الـ BOD removal في الـ primary sedimentation كانت برقم، هنا مش موجودة فأنا عملت لها إيه؟ assumption. خدتها بكام؟ 30%. يبقى الـ BOD after primary sedimentation tank لو في الـ primary sedimentation اتشال 30% بتبقى 70%، يبقى 70% من 200 الكلام ده اداك ايه؟ 140. من 200 دي اللي هي الرو سيوج اداك 140 جرام بي او دي لكل ايه؟ متر كيوب. طب بعد كده التوتال اورجانيك لود ده بيساوي كيو ديزاين في البي او دي افتر برايمر سيدمنتيشن تانك زائد الكيو ار في البي او دي ريتيرن سلاج. خد بالك بقى من نقطه مهمه دلوقتي، البي او دي ريتيرن سلاج دي انا خدتها بزيرو. طب ليه خدتها بزيرو؟ احنا بناخدها بزيرو في كيس من التو كيسز. لو هو بيقول لك تصمم conventional aeration tank، يعني التانك ده conventional بيبقى ما عندناش return sludge. او لو ان هو قال لك التانك ده aeration tank عادي
بس قال لك، قال لك ان الاريشن تانك ده بعديه سيدمنتيشن تانك. لو قال لك ان هو اريشن تانك وبعديه سيدمنتيشن تانك برضه يبقى ريتيرن سلادجي بزيرو. انا هنا يبقى التوتال اورجانيك لود هو كيو ديزاين في البي او دي افتر برايمري سيدمنتيشن تانك. الكيو ديزاين معايا اللي هي 21120، تمام، دي اللي هي كيو ديزاين، ضربتها في اللي هي في البي او دي افتر اللي هو 140، تمام. قسمت على ال1000 دي عشان احول الجرام بي او دي، 140 دي جرام بي او دي، عشان احولها لكيلو جرام اي بي او دي بير دي. بعد كده عندي حاجه الماكسيمم الاوبل اورجانيك لود اللي هو ال ال اللي انا فرضته ايه ب 150 جرام بي او دي لكل متر كيوب بير دي. ثانية، هو المفروض اصلا ده الرقم ده غلط، المفروض الرقم ده 450، ده جيفن، الرقم ده المفروض 450، ده جيفن اصلا في السؤال اهو، 450 كيلو جرام بي او دي لكل متر. فانا معايا ال ال الكباستي بتساوي التوتال اورجانيك لود على ال، خدت الرقم ده ضربته في 1000 بحيث ان هو اتحول جرام بي او دي، عشان اليونت بتاعت ال هي بالجرام بي او دي مش بالكيلو جرام، عشان يبقوا الاثنين نفس اليونت. قسمت الاثنين على بعض جبت الكباستي، جبت الكباستي خلاص بقى شغلنا العادي، فرضت الدبس وفرضت ال وفرضت البي باتنين الدي، نعرف نجيب عدد التنكات الكباستي على البي في ال في الدي. جبت عدد التنكات 2.62، قربتها خليتها 3 ورجعت حسبت ال اكشوالي الجديدة، ان ال دي كنت فرضتها ب 50، 50 ده الماكسيمم، هي كانت اصغر منها بتساوي 50 المفروض. بعد كده بتحسب التايم اللي هو ده زي الريتنشن تايم بنشارك عليه، التايم ده بيساوي ان في ال في بي في الدي، ان في ال في بي في الدي اللي هي الكباستي، كباستي على كيو دي بلس كيو ار. الكباستي على كيو دي، كيو دي اللي هي معانا ب 21120، الكيو ار دي الرقم ده لا، المفروض الرقم ده 21120. الكيو ار دي عباره عن 21120 في بوينت 3. طب البوينت 3 دي جت منين؟ هو هنا بيقول لك ان الكيو ار ريتيرن سلادج 30% من الافرج سي او جي فلو، فانا بقول 30% من ايه، من الكيو ديزاين الموجود عندي. عوضت بالكلام ده اداني 0.26 دي، حولته الاورز اداني 6.24، وهي من 6 ل 8 اورز، فاذا هي ايه، سيف. لو ان سيف ما بنرجعش نعمل ديزاين، هتكتب ان سيف وتدي كومنت. بعد كده عايزين نحسب الاماونت اوف اير، هو بيقول لك ان الاوفر اول افشنسي للبي او دي ريموفال، لو تفتكر كنا بنقول الافشنسي من 90 ل 95%، انا فرضتها هنا بكام؟ ب 95%. البي او دي افلونت ده قانون ثابت، هتلاقي فورمولا شيت بيساوي بي او دي بتاع الرو سيوج في 1 ماينس 95%، فولت البي او دي اللي هي 200 في 1 ماينس ال 95%، 1 ماينس 95% دي اللي هي المفروض 0.05، ضربت ده في ده المفروض ده يديك ايه، 10، اداني 10 جرام بي او دي لكل ايه متر كيو. الاماونت اوف بي او دي ريموفد ان اريشن ده كده بيساوي كيو ديزاين في البي او دي افتر ماينس البي او دي افلونت. كيو ديزاين معايا، البي او دي افتر معايا، البي او دي افلونت اللي انا لسه جايبها دي المفروض ب 10، والكلام ده قسمته على 1000 بحيث ان انا اخليه كيلو جرام، اداكي الرقم كيلو جرام بي او دي بير دي. بعد كده الاماونت اوف اير ريكوايرد بير دي، لو تفتكر هو كان جيفن في السؤال اصلا قايل لك ايه، قال لك ان هو الاير ريكوايرد، الاير ريكوايرد 75 متر كيوب اير لكل كيلو جرام بي او دي، فهضرب 75 في كمية البي او دي الموجودة بالكيلو جرام، 75 في كمية البي او دي الموجودة بالكيلو جرام، اداك رقم متر كيوب اير بير دي. ده أول تايب من المسائل الموجودة على ليكتشر 10 وده مهم جدا. تاني تايب بيقول لك ايه، بيقول لك the city has the following data. أول حاجة بيقول لك الكباستي بتاعتها 10,000 متر كيوب بير دي، البي او دي افتر برايمر سيدمنتيشن تانك ب 325، بي او دي افلونت ب 20، ال ام ال في اس اس ب 3500، الريتيرن سلادج 1.2، الاف سلاش ام اللي هو الفود تو مايكرو اورجانيزم ريشيو 0.3. بيقول لك ان الاير ريكوايرد 75 متر كيوب لكل جرام بي او دي ريموفد بير دي. بيقول لك ديزاين اكتيفيتد سلادج تريتمنت يونتس، عايز النمبر والدايمنشن بتاع الاريشن تانكس. الاكتيفيتد سلادج تريتمنت ده اللي هو يعتبر الاريشن تانك. هو بيقول لك عايز الاريشن تانك ده، عايز النمبر والدايمنشن بتاع الاريشن تانك وتصمم فاينل سيدمنتيشن تانكس، وبيقول لك كالكوليت الكباستي اوف اير بلاورز ريكوايرد فور ذا ايه تانكس فور اريشن. بالراحه كده، اول حاجه الفوت تو مايكرو اورجانيزم ريشيو هو مدالك ب 0.3، دي ليها قانون بيساوي كيو في البي او دي افتر برايمر سيدمنتيشن تانك ماينس البي او دي افلونت على الفوليوم في الام ال في اس اس. الام ال في اس اس معاك، البي او دي افلونت معاك، البي او دي افتر معاك، الكيو ديزاين معاك، الفوتو مايكرو اورجانيزم معاك، تعرف تحسب الفوليوم، الوحيد اللي موجود الفوليوم نعرف نحسب، وحسبت الفوليوم.
عندنا تشيك هنا الفوليوم، قسمت الفوليوم على كيو ديزاين بحيث ان انا اجيب التايم بتاعي. الفوليوم 2905 على كيو ديزاين ب 10000، اداني رقم حولته بالاورز من 5 لايه ل 8 اورز، خلاص اوكي ما فيهوش مشكله. بعد كده فرضت النمبر اوف تانكس ب 2، فرضت انت خلاص جبت التايم، فرضت النمبر اوف تانكس ب 2، فرضت الدبس المفروض من 3 ل 6، فرضته ب 4.5. البي خدتها ب 2، الدي من الكلام ده انا عرفت احسب ال اللي هو اللينس بتاع التانك، الفوليوم على ان في الدي في البي، حسبت اللينس طلع لي برقم قربته الزائد اقل من 50، اذا اوكي ما فيهوش مشكله. بعد كده في الفاينل انت كده يعتبر صممت ايه، صممت اللي هو الاريشن تانك. بعد كده عايزك تصمم ايه الفاينل سيدمنتيشن تانك، ده مختلف هنا، ده يعتبر تانك مختلف. لما تيجي تصمم سيدمنتيشن تانك جوه الاريشن تانك، بنفرض حاجة اسمها السوليدز لودنج ريت، دي كان من 50 ل 75، انا هنا فرضتها ب 60. عندك حاجة اسمها ام ال اس اس، احنا اصلا القانون اللي موجود عندنا ان الام ال في اس اس، الام ال في اس اس دي اصلا كانت بتساوي 0.8 الام ال اس اس، ده هتلاقي فورمولا شيت، فتبقى الام ال اس اس 1 على 0.8 اللي هي 1.25. فالام ال اس اس 1.25 في الرقم في اللي هو ال 3500 اللي هو الام ال في اس اس اللي هي كانت جيفن، ادتني رقم. الكيو اس، الكيو اس اللي هي ايه، دي زي دي تعتبر اللي هي الكيو دي زي كيو ار اللي هو اللي راجع، هو بيقول لك ان الريتيرن سلاتش كونسنتريشن هنا ب 1.2، يعني بيرجع 20%. فانا قلت 0.2 في كيو ديزاين، 0.2 في كيو ديزاين ب 10000، ادتني 2000. القانون ده قانون بيبقى جيفن ليك فورمولا شيت، بس هنا بيبقى موجود ان السوليدز لودنج ريت بتساوي الام ال اس اس على في الكيو ديزاين زائد الكيو اس على الاريا، فانا خدت الاريا لوحدها ان انا عايز اجيب الاريا. الام ال اس اس معاك، الكيو ديزاين معاك، الكيو اس معاك لسه هحسبها، السوليدز لودنج ريت معاك، انت فرضتها ب 60 ضربتها في 1000 عشان اشيل الكيلو جرام اخليها جرام، من الكلام ده تعرف تحسب الاريا. طب حسبت الاريا، الاريا دي بتساوي باي اوفر 4 فاي سكويرد، تعرف تحسب ايه الفاي، حسبت الفاي، الفاي طلعت اقل من 40 متر يبقى اوكي. بعد كده الاماونت اوف بي او دي ريموفد ان اريشن تانك ده بيساوي كيو ديزاين في البي او دي افتر ماينس البي او دي افلونت، كيو ديزاين معاك، البي او دي افتر معاك، البي او دي افلونت معاك، جيفن في السؤال اصلا، عوضت بالكلام ده اداك رقم جرام بي او دي بير دي. لو تلاحظ ان هو كان بيقول لك ان الاماونت اوف اير ريموفد ده 75 كيلو جرام لكل 75 متر كيوب لكل كيلو جرام بي او دي ريموفد، فقلت 75 في كمية البي او دي بالكيلو جرام اللي هو الرقم ده لما قسمته على 1000 بقى بالكيلو جرام. الكلام ده اداك ايه؟ الأماونت اوف اير ايه؟ ريكوايرد بير ايه؟ وشكرا جدا لاستماعكم.